السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه العشرين من بي تريبل ام بي، ولسه في ثالث ام ماشين. اتكلمنا المره اللي فاتت عن فكره الحقن نفسها وعرفنا ازاي بيتشكل البلاستيك. النهارده هنتكلم عن مكنه الحقن ومكوناتها. مكنه الحقن بتتكون من ثلاث اجزاء اساسيه: الكارج او العربيه، ده اللي بيبقى فيها الفرن وفيها بيجهز البلاستيك من حالته الصلبه لحاله الانصهار، والتوجل او المنجله، ودي اللي بيبقى راكب عليها الاسطمبه اللي بيبقى فيها المنتج اللي انا عايز اشكله، وجسم المكنه اللي بيتجمع عليه الجزئين دول وبيبقى فيه الموتور والترومبه والتانك الزيت بتاعها. لو شفنا الكارج او العربيه بشكل منفصل هنلاقيها ان هي بتتقسم لجزئين، والجزئين دول بيفصل ما بينهم الهوبر او القمع بتاع المكنه. ليه؟ من اول القمع ده الجزء اللي بيتحط فيه البلاستيك، الجزء اللي على الشمال ده بيبقى الفرن بالمجموعه بتاعته، والجزء اللي على اليمين اللي بيبقى فيه الموتور والبلوف اللي بتبقى مسؤوله عن حركه الحقن. نبتدي بالهوبر او الادوس او القمع بتاع المكنه زي ما بتسميه، ده الجزء اللي بيبقى فيه الخامه، وقصاده ده بتبقى مجموعه الفرن. جنب الفرن بيبقى فيه البيستم اللي بيحرك الفرن او العربيه لقدام ولورا. الناحيه الثانيه بيبقى فيه الموتور، واللي غالبا بيبقى هيدرو موتور، موتور هيدروليكي، وده اللي بيبقى مسؤول عن دوران الفرن او الفتيل اللي جوه الفرن. وبيبقى فيه البيستم اللي بيبقى مسؤول عن الحركه الخطيه للفتيل وعمليه الحق، وفوق البيستم بيبقى فيه البلوف اللي بتبقى مسؤوله عن العمليه دي. ده التكوين الاساسي للعربيه. لو بصينا على المجموعه بتاعه الفرن بشكل ادق هنلاقي الاتي: من اليمين ده طرف الفتيل اللي بيبقى جوه الهيدرو موتور، واللي بياخد الحركه من الهيدرو موتور ويبتدي يحرك الفتيل ككل. بعد كده ده جزء بتاع الفتيل او السكرو. الفتيل ده بيبقى جوه حاجه اسمها شميز او بارل، راكب على البارل ده او على الشميز ده مجموعه السخانات اللي بتبقى متقسمه لمراحل عشان توصل البلاستيك من الحاله الصلبه لحاله الانصهار. بعد كده الجزء اللي على الشمال ده سكرو تيب او الحربه، ودي اللي بتبقى مسؤوله عن حقن البلاستيك جوه الاسطمبه. بعد كده النوزل او الفونيا بتاعت الفرن، ودي بوابه خروج البلاستيك من المكنه. دي المجموعه بتاعت الفرن. طيب في تفصيله تانية مهمه جدا: الفتيل او السكرو. السكرو ده او الفتيل وراه قصة مهمة جدا. احنا قلنا ان هو شبه فتيل بتاع مفرمة اللحم اللي بتحط فيها اللحمة من ناحية بتطلع من الناحية التانية. الفتيل ده بيبقى ليه قطر اساسي اللي هو جسم الفتيل نفسه، وبيفضل القطر ده ثابت من اوله لاخره، ولكن بيبقى له قطر تاني اللي هو بيمثل عمق السنة بتاعت الالاوز بتاعه، ودي بتبتدي بعمق كبير فبيبقى قطر الصغير في الاول، وبيبتدي يكبر بشكل تدريجي لحد ما عمق السنة في الاخر بتبقى ضعيفة جدا او صغيرة جدا. وده ليه؟ ده عشان البلاستيك بيمر بثلاث مراحل. اول مرحلة بيسموها مرحلة التغذية او الفيدينج، وعشان كده عمق السنة بيبقى كبير عشان تستقبل حبيبات البلاستيك، فمحتاجة حجم كبير عشان تتسحب في المكنة، لان لو العمق ده صغير هتحط البلاستيك في القمع مش هيسحب مع الفتيل. تاني مرحلة هي مرحلة العجن او الترانزيشن زون، او مرحلة تحويل البلاستيك من الحالة الصلبة للحالة المنصهرة او المتلدنة، ودي اللي فيها عمق السنة بيبتدي يصغر بشكل تدريجي. يعني المرحلة دي عمق السنة فيها مش واحد، بتبتدي كبيرة وتنتهي صغيرة، عشان كده هي دي مرحلة العجن اللي بتعجن البلاستيك او بتصهره كويس. ثالث مرحلة بيسموها المتريك زون او مرحلة المعايرة، خلاص انصهر فيها البلاستيك، وهي مرحلة اللي بتاخد العيار بتاع المنتج بتاعك اللي هي بتاع الحقنة اللي انت محتاج تعملها، اللي بتاخد منها البلاستيك بتعدي من المرحلة الثالثة دي لقدام السكرو او قدام الحربة اللي هي اخر مرحلة في السكرو. ليه احنا جبنا التفصيلة دي؟ عشان كل خامة من خامات البلاستيك بيبقى ليها سكرو خاص بيها، ونسبة تغير عمق السنة من الاول للاخر بتختلف حسب كل خامة، وده لان في المرحلة التانية اللي بيتغير فيها عمق السنة لحجم اصغر فبيحصل ضغط للخامة. ضغط الخامة هنا بيولد حرارة، فبيبقى عندك مصدر تاني للحرارة غير مصدر السخانات، وعشان مش كل الخامات البلاستيك تقدر تستحمل نفس الظروف فكل فتيل بيبقى مناسب لخامات معينة. يعني مثلا عندنا خامة زي خامة البي في سي، خامة حساسة جدا للحرارة، لو حطيناها في سكرو عادي من بتاع البوليبروبيلين اللي بيبقى فيها فرق في اعماق السنة بيبقى كبير وبيبقى فيها مرحلة عجن قوية، الخامة هتبقى هتتحرق بسهولة. فبيبقى مثلا السكرو بتاع خامة البي في سي شبه مستقيم، عمق السنة من أول مرحلة قريب من عمق السنة آخر مرحلة. وانتظرونا الحلقة الجاية ونكمل كلامنا في مكونات مكنة الحقن. نشوفكم الحلقة الجاية. سلام عليكم.